ازيكم؟ كيف انكم يا متابعينا قناة هدية الاكل الخبيث؟ مرحب بكم في قناتي، انا اسمي رجاء. دي لو امر بتشوفوني على القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. ممكن ايضا تتابعوني من خلال صفحاتي الاجتماعية من التيك توك والانستجرام، خصوصا التيك توك عشان بعمل وصفات على اللايف. الليلة بناء على طلبكم انا عملت لكم وصفة كنافة بجبنة الموزاريلا، وهي بصراحة رهيبة جدا وإن شاء الله تعجبكم. أرحكاكم نبتدي الوصفة. طيب، المقادير اللي أنا هستعملها، أنا هنا عندي باكيتة أو علبة من الكنافة المجمدة ووزنها 400 جرام. على الكمية دي أنا هحتاج كوباية من السمنة وأنا مسيحها. للكمية دي أنا بستعمل ربع كوباية من سكر البودرة لأنه بيطريها وبديها لون حلو. للحشوة أنا هستعمل 100 جرام من جبنة الموزاريلا، وأنا صفيتها من الموية بتاعتها وكمان جففتها بورق المطبخ يعني الكيتشن بيبر. بالنسبة للشربات أو الشيرة، أنا هنا في الحلة عندي كوبايتين من السكر بكباب المعيار، وعلى الكوبايتين عندي عود من القرفة وخمسة حبات من القرنفل، ودي بتديها نكهة حلوة. على كمية السكر دي أنا هضيف كوباية ونص من الموية. قوام الشربات لازم يكون متوسط، ولا خفيف شديد ولا تقيل شديد. علشان يعقد معايا الشربات دي أنا بضيف ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج. طيب، أول حاجة أنا بعملها قبل ما أطبخ الشيرة أو الشربات دي، أنا بدوب السكر كده شوية مع الموية لحد ما ألاقيه شوية داب، بعد كده برفعه على النار. على نار صغيرة أنا ببتدي يعني بسخن الشربات دي، بخليه كده يسخن في الأول، بعد كده بخليه يغلي لمدة 5 دقائق. بعد 5 دقائق أنا بطفي النار عليه تماما. بعد كده أنا ببتدي أقطع الكنافة دي، وزي ما ذكرت الكنافة دي مجمدة، بقطع الأحجام صغيرة جدا، وممكن تستعملوا الخلاط الكهربائي يعني الفود بروسيسر. بعد ما بتأكد ان انا قطعتها لأحجام كده صغيرة، قطع صغيرة جدا، انا هنا حضيف الربع كوباية بتاعة سكر بودرة وحقلبها كويس، اخلطها، اتأكد انه كل الكنافة دي اتغلفت بسكر البودرة. بعد ما فركت كل الكنافة دي مع سكر البودرة، انا هنا بجيب الكوباية بتاعت السمنة بكبها على الكنافة، وبخليها بتاع ربع كوباية من السمنة بحتاجه لبعدين يعني اخطه في وجهة الكنافة دي. وبعمل بنفس الطريقة انه انا بفرك الكنافة كده كويس مع السمنة، بتأكد كلها اتغلفت بالسمنة. طيب، الليلة أنا عايزة أعمل الكنافة دي تكون فردية يعني ما في صينية كاملة، وعندي الصينية دي فيها أحجام مستطيلة، بتهنى في الأول بالسمنة، بعد كده أنا ببتدي بملى الصينية دي القاع في الأول بالكنافة، وبتأكد أنه أنا بضغط فيها كده كويس وما عندي أي فراغات. ولازم أعمل الحركة دي عشان أنا يعني هحشيها بجبنة الموزاريلا ما يكون عندي أي فراغات، وبحاول أنه أنا وبملاها وبضغط عليها انه انا اعمل حجم المستطيل دي حتى بالحافات والجنبات. انا هنا بستمر بنفس الطريقة يعني بكمل كل الكنافة دي في الصينية بنفس الطريقة، انه انا بضغط وبرفعها بالجنبات والحافات. طبعا بعد ما بتأكد ان هي مضغوطة كويسة الكنافة دي، ببتدي انا هنا بوزع جبنة الموزاريلا، وبحاول احطها برضو في قلب الكنافة وبتفادى الجنبات يعني بقدر الامكان، عشان ما عايزة الجبنة دي تسرب لي او ما تخش الفرن. بعد ما خلصت كل كمية جبنة الموزاريلا، أنا هنا حبتدي هغطي الجبنة دي ببقية الكنافة. خلوا بالكم أنا لما بخط بقية الكنافة بوزعها كويس على الجنبات والأطراف، وبضغط بسيط، ما بضغط بضغطها شديد، بضغط بس بسيط عشان ما عايزة بعدين تخش الفرن جبنة الموزاريلا يعني تسرب مني. يعني بس بساويها من فوق لكن ما بضغطها شديد. بعد ما كملت كل الكمية، أنا هنا بجيب الفرشة ومعايا كمية السمنة السبتة باقية من الكوباية، وبدهن الواجهة بتاعة الكنافة دي عشان تحملي تديني اللون الحلو لما تخش الفرن. أنا ما هنا مليت كل الصينية، بس فاضلي حاجة بسيطة، إنه أنا عندي قالب يعني مقاسه صغير جدا بتاع 3 بوصة، وبدهنه برضو بالسمنة، وببتدي برضو بوزع الكنافة على الجنبات وعلى قاع
القالب دي وبتأكد ان انا بضغط. بعد كده انا بحشيه بالمكسرات الجاهزة اللي كانت عندي، هو كان فول سوداني والجوز الهند وبنكهة القرفة، وبغطيه برضو من فوق برضو ببقية الكنافة، وبضغط دي لازم اضغط فيه شديد عشان طبعا ما يفك مني، وبدهن الواجهة ببقية السمنة. بعد كده انا بدخل الكنافة دي في الفرن المسخنة وعلى درجة حرارة 180 سلسيوس، وبصراحة بتاخد مني بتاع 25 ل 30 دقيقة لحد ما لونها يحمر من فوق. بيكون هنا الشيرة او الشربات وصل لحرارة الغرفة، واول ما بطلعها من الفرن هي وساخنة شديد، انا طوالي بكب عليها الشيرة او الشربات دي، يعني انا في كل مستطيل انا بتأكد انه هي اتشربت معايا كويس. وهي بتاخد تقريبا كل كمية الشربات أو الشيرة اللي احنا عملناها. بعد كده أنا طوالي بزين الكنافة دي بفستق مدروش، وطبعا الكنافة المحشية بجبنة الموزاريلا لازم تتاكل هي يعني ودافية أو يعني سخنة ما بين دافية وسخنة، عشان طبعا جبنة الموزاريلا تموت ويبان منظرها. هي طبعا رهيبة جدا جدا، وكمان يعني ما صعبة في شغلها أبدا. لحد هنا حقول لكم عليكم بألف عافية، وشكرا كثير جدا لمشاهدة هذا فيديو. لوصفات أخرى سودانية أفريقية أو عالمية، الرجاء أن تشتركوا على قناتي هدية الأكل الخبيث، حتى ألقاكم في وصفة جديدة. حقول لكم يلا مع السلامة.